بصراحة يعني في موضوع مهم جدا لازم نتكلم فيه، وانا هتكلم فيه في الفقرة المفضلة بالنسبة لكم، هي فقرة ترند. الترند واللي بنقول فيها سواء يعني خبر جديد او معلومة جديدة او بنتناقش فيها في بعض المواضيع الهامة اللي بتم حضراتكم بكل تأكيد. فبالتالي انتم متعودين مننا دايما ان احنا بنناقش المواضيع بمنتهى المنطقية وكمان بمنتهى الامانة مع حضراتكم. والترند خلال الفترة اللي فاتت كلها او خلال اخر يومين ثلاثة هو موضوع رمضان صبحي، واحنا اتكلمنا فيه امبارح، لكن في شق جديد في الموضوع ده وهو فيما يتعلق باكرامي الاب واكرامي الابن، كابتن اكرامي الشحات والكابتن شريف اكرامي، وهيفضل شهيه الاعلام مفتوحه وشهيه الجماهير مفتوحه للحديث عن هذا الملف تحديدا. فبالتالي احنا دورنا ان احنا نوضح لحضراتكم الحقائق، ده دور قناه النادي الاهلي ودورنا احنا كمذيعين في قناه النادي الاهلي، والحقائق بتبقى لازم تكون معروفه لحضراتكم واحنا هنقول. فانا في البدايه الملف ما بيخصش رمضان بس دلوقتي، بيخص ثلاثة: رمضان، إكرامي كبير، وإكرامي الصغير شريف إكرامي، ولهم مننا كل التقدير والاحترام. أنا عايز أبتدي بإكرامي الأب وهو الكابتن طبعا إكرامي الشحات، وهو امبارح في الحقيقة كان في لقاء تلفزيوني واتكلم وقال بعض الكلمات اللي أنا عايز أتوقف عندها شوية. وقال إيه الراجل؟ قال أنا ماليش أي صلة بموضوع رمضان صبحي وما بتواصلش خالص مع رمضان صبحي، وأنا ما أقدرش أكذبك يا كابتن إكرامي ومحدش يقدر يكذبك أبدا وأنا مصدقك. لكن في نفس الوقت بصراحة مصدق جدا جدا على مدار الشهر اللي فات تحديدا مداخلات حضرتك في كل البرامج التلفزيونية وكلامك الدائم عن تمنياتك لرمضان بالاحتراف الخارجي وبالانتقال من النادي الاهلي، كل الحاجات دي بصوت وصوره اكيد حضراتكم سمعتوها مش انا بس يعني. فانا برضو مصدق الجزئيه دي يا كابتن اكرامي يعني. فدي الجزئيه اللي تتعلق بالكابتن اكرامي الكبير، وانا هسيب لحضراتكم التعليق في ما يتعلق بيه هو يعني، ومن خلال متابعتكم وقرايتكم للموقف، وانا دايما براهن على ذكاء جمهور النادي الاهلي. الشق الاخر هو فيما يتعلق بالكابتن شريف اكرامي وكلامه على تويتر امبارح على حسابه الشخصي على تويتر، وكلام كان مهم جدا في الحقيقه، وعايز افنده مع حضراتكم شويه، لان اللعب على مشاعر الجماهير في الحقيقه بقى كتير قوي، واللعب على مشاعر الجماهير بقى بشكل مبالغ فيه، ففي حقائق كده لازم نتكلم فيها مع بعض. وممكن تكون حضراتكم رابطين الموضوع بان اكرامي شريف يعني اكرامي وعبد الله السعيد وبعض اللاعبين حرضوا او شجعوا رمضان على الانتقال من النادي الاهلي. وفي الاخر بالمناسبه رمضان عنده شخصيه، الراجل يقدر يختار يروح هنا او هنا، لكن في حاجات كده معطيات تبقى واضحه دايما للناس يعني، الناس بتاخد بالها من الامور دي بشكل كبير جدا. فانا هسيب الحته دي في التحريض فيما يتعلق بالتحريض لاحساس الجمهور ولذكائه ايضا. لكن الجزئيه الاهم بالنسبه لي وهو كلام الكابتن شريف اكرامي لما قال ايه، نبتدي باول حاجه يا جماعه، لما قال اقدر جدا حزين او حزن وغضب الجماهير ازاء قرار رمضان، وايا كان درجه القرابه بيننا فلا تعطيني حق التحدث في اي تفاصيل تخصه. وما يعنيني هنا هو توضيح الصوره الغريبه التي يتخيلها الكثيرون. هو في الحقيقه الصوره الغريبه اللي بيتخيلها الكثيرون هي مش غريبة، هي الغريبة كلامك انت يا كابتن شريف اللي انت كتبته على حسابك الرسمي على تويتر، وكلام في الحقيقة انا مستغرب توقيته بصراحة يعني. وانا بصراحة يعني من الاخر كده انا بتربطني بشريف علاقة طيبة يعني وعلاقة احترام يعني. لكن لما الموضوع يجي عند النادي الاهلي لازم نحط النقط على الحروف ولازم نوضح كل الحقائق لجمهور النادي الاهلي. قال لك ايه بقى؟ قال لك اولا كنت، او خلي بالك بقى من الكلام اللي جاي ده عشان بجد يعني كلام مهم قوي، مهم جدا يعني. اولا كنت اول الداعمين بشده لرمضان، امتى؟ من 4 سنين فاتوا لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضه البعض داخل النادي الاهلي. استنى بقى ناخدها واحده واحده وحته حته عشان الجزئيه دي ايه مهمه قوي. اول الداعمين بشده هو مين؟ مين اللي بيدعم ده؟ مين اللي كاتب السطور دي بايده؟ شريف اكرامي اللي هو مين؟ اللي هو كابتن النادي الاهلي، سواء من 4 سنين او دلوقتي، سواء من 4 سنين او دلوقتي.
كابتن النادي الاهلي بيدعم لاعب مهم في النادي، هو المفروض كابتن النادي الاهلي ده بيبقى قلبه على النادي، يعني بيبقى عايز ايه؟ النادي ده يبقى في احسن حال والاهلي يكسب او فريقه يكسب وجمهوره يفرح وكلام من ده، ده المفروض يعني. فكنت اول المؤيدين والداعمين بشده لرمضان منذ 4 سنوات لبدء مشواره الاحترافي رغم معارضه البعض داخل النادي الاهلي بسبب التوقيت لرغبتهم اللي ليهم حق فيها وطبيعيه جدا جدا يعني، في استمراره داخل الفريق لتحقيق اقصى استفاده فنيه من اللاعب، كان ده او دي جريمه عند المسؤولين في التوقيت ده ان هم يحافظوا على لاعب بامكانيات رمضان صبحي احنا مش مختلفين عنها اطلاقا، امكانياته مش مختلفين عنها اطلاقا.